حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، نرصد فيها ابرز ما كتب في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه بعد اهم العناوين. نبدا من صحيفه العربيه الجديد: عشرات الوفيات في سجن حوج جنوبي العراق، تعذيب وسوء تغذيه. في موقع الهيئنت: أكثر من 59 ألف نازح في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم. ونقرأ من القدس العربي: الأمم المتحدة تحث الحكومة العراقية على ضمان حق النازحين في العودة الطوعية. نطالع في صحيفة الزمان: البرلمان يدرس معالجات للأزمة المالية، والورقة البيضاء تثير انتقادات واسعة. اخترنا لكم صحيفة الخليج الإماراتية: لبنان، احتجاجات متنقلة ومسيرات في ذكرى حراك 17 من أكتوبر. ونطالع في الشرق الأوسط: انتهاء أوسع تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين. وفي اندمندنت عربية: العالم يسجل 400 ألف إصابة بكورونا، والتصنيف الأحمر يغزو خريطة أوروبا. سلطت صحيفة اندمندنت عربية الضوء على الاستعدادات التي تجريها تنسيقيات التظاهرات في العراق للتظاهرات المرتقبة في 25 من شهر تشرين الأول الحالي. وذكرت الصحيفة في تقريرها أنه بات من شبه المؤكد عودة الاحتجاجات في العراق نهاية الشهر الحالي، مؤكدة أن المتظاهرين يحضرون لمفاجآت قد يصعب على السلطات الحكومية والميليشيات تطويقها أو استخدام العنف كما حصل العام الماضي. الصحيفة قالت إنه منذ أسبوعين تجري مفاوضات ولقاءات مكثفة بين تنسيقيات التظاهرات في بغداد وعدد من مدن الجنوب لترتيب استئنافها بعد أقل من 10 أيام من الآن. وبحسب ناشطين في مجال الاحتجاجات، فإن غالبية التنسيقيات اتفقت على تغيير أسلوب التظاهرات، كما أن هناك نقاشات حول استئناف الاحتجاجات في وقت أبكر من 25 من الشهر الجاري. وأوضح الناشطون أن هناك نية لإطلاق التظاهرات في مناطق عدة وليس فقط في الساحات الرئيسة كما جرى العام الماضي، مثل ساحة التحرير في بغداد أو الصدرين في النجف أو الأحرار في كربلاء. وأشارت الصحيفة إلى أن المحتجين يهدفون من ذلك التكتيك إلى توسيع حجم التظاهرات وإشراك عدد أكبر من السكان في الحركة المناهضة لبعض السياسات وتفشي السلاح خارج الدولة، كما يهدفون للضغط على الحكومة لمحاكمة قتلة المتظاهرين. ويضيف الناشطون عن تلك الخطوة أن أي سلطة أو مجموعة مسلحة لن تستطيع أن تسيطر على الحراك الشعبي. ولفتت الصحيفة إلى أنه في مقابل هذه التحركات يحاول مقتدى الصدر الذي اشترك أنصاره أخيراً في الاحتجاجات ضبط إيقاع التظاهرات بفرض شروط عدة والزج بالعشائر للسيطرة على المحتجين. وأضافت الصحيفة أن مقتدى الصدر يخشى بحسب أوساطه من حدوث فتنة أو صدام شيعي شيعي، كما حدث في زيارة أربعينية الحسين في كربلاء قبل أكثر من أسبوع، في حين يرى معارضوه أنه يحاول ترميم صورته التي تضررت بفعل مواقفه المتناقضة من التظاهرات. في محاولة حكومية لمواجهة الأزمة المالية التي واجهها العراق، قدمت حكومة الكاظمية الثلاثاء الماضي إلى مجلس النواب ما سمته الورقة البيضاء الإصلاحية الكفيلة بمعالجة كثير من نقاط الخلل التي تراكمت على مدى سنوات طويلة. جاسم الشمري رأى في موقع عربي 21 أن هذه الورقة البيضاء بعيدة عن الواقع المالي العراقي وتفتقر للخطط التنموية الواقعية والعملية الواضحة للنهوض بالاقتصاد العراقي المتردي. الغريب أن الحكومة لم تسعى لمعالجة الأزمة قبل تفاقمها،
بل وجدنا أنها مع ساعات توزيع الرواتب كشفت عن عجزها لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، وبعدها بأسبوعين قدمت ورقتها الإصلاحية. فكيف يمكن تجاوز المرحلة الحالية التي تحتاج لواردات آنية وليس إلى خطط استراتيجية بعيدة الأمد؟ إن الدعوة الحكومية للاقتراض الداخلي لتأمين رواتب الموظفين لا يمكن أن تقود لحل المعضلة، ذلك لأن البنوك المحلية ستقرض الدولة بموجب فوائد ضخمة، وهذا سيزيد من تعقيدات المشكلة. وفي أفضل الأحوال لا يمكن تلمس الجانب التطويري في هذه الخطة لبلاد تعتمد ميزانياتها بما لا يقل عن 90% على الواردات النفطية، وأغلب ما هو موجود في هذه الورقة هو تخطيط لاستقطاعات من رواتب الموظفين، ولم تتطرق الورقة لرواتب كبار الموظفين في الدولة. كرة الأزمة المالية الحارقة تحاول الحكومة رميها تحت قبة البرلمان الذي يتهرب من دوره الرقابي على الحكومتين الماضية والحالية. مهما كانت الورقة البيضاء ناصعة، فهل سيسمح حيتان الفساد السياسي والمالي بأن تقترب منهم أدوات الضبط والمحاسبة؟ وهل الحكومة قادرة على استرداد أكثر من 1,000 مليار دولار نهبت من أموال العراقيين ولا أحد يعرف أين ذهبت؟ وبحسب رأي الكاتب فإن هناك تحديات كبيرة وليالي مظلمة تنتظر العراق، فهل ستصمد الورقة البيضاء أمام ظلمة الواقع المليء بالفساد بالفاسدين الذين يخربون كل مشاريع الإصلاح، أم أن العراق مقبل حقا على مرحلة اقتصادية بيضاء؟ ما زال مجلس النواب يراوح في مكانه، ولم تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق نهائي بشأن حسم الدوائر الانتخابية المتعددة في قانون الانتخابات الجديد، بل وحتى الجلسة المقرر عقدها يوم السبت الماضي لم تعقد أصلا لتعذر تحقق النصاب القانوني. عبد الستار رمضان قال في موقع ميدلس أونلاين إن حال السلطة التشريعية يبين بوضوح أن العراق لا يسير أو يتحرك باتجاه الحلول أو انفجار الأزمات انفراج الأزمات، بل يراوح في مكانه أو يتقدم خطوة فيتراجع خطوتين. في المحصلة النهائية فإن الأوضاع تزداد سوءا وأبواب الحلول ما زالت موصدة ويصعب فتحها. فعلى الرغم من التحديات والمخاطر الكبيرة والوعود والإجراءات التي يتم الإعلان عنها بالقبض أو توقيف بعض الشخصيات بدعاوى الفساد وسرقة المال العام، إلا أن واقع الحال لا يختلف كثيرا عما كان عليه في السنوات الماضية، بل وتزداد المصاعب والأزمات مع تأخر توزيع رواتب الموظفين، وأصبح الإنجاز الحكومي هو في تأمينها ودفعها في أوقاتها المعروفة. العراق دولة تعاني الكثير من المشكلات والأزمات التي جعلت الجميع يدور في دائرة مغلقة بإحكام ولا يستطيع أحد الإفلات منها. فحتى الانتخابات المبكرة التي هي في كل دول العالم فرصة للتغيير وبوابة أمل لتصحيح الأوضاع الموجودة، فإنها تصطدم بمعوقات وتحديات جدية وخطيرة يمكن أن تطعن في نزاهتها وصدقيتها، بل وربما يتم تدوير ذات الأحزاب والكيانات والقوائم الانتخابية وتأتي شخصيات مستنسخة من الشخصيات التي قادت العراق إلى هذا الخراب الكبير. تكرار واستنساخ التجارب والمشاريع الفاشلة والقوانين التي يتم تشريعها على مقاس ومصالح الكيانات السياسية الكبيرة من دون تحقيق مطالب المتظاهرين وعموم أبناء الشعب العراقي الطامحين إلى الإصلاح والتغيير سوف يؤدي إلى ذات النتائج التي أوصلت العراق إلى ما هو عليه الآن. الكاتب دعا إلى الخروج من دائرة التفكير المغلقة التي تعيشها الطبقة السياسية والتي تحولت إلى طبقة ملاكين إقطاعية وتجار امتلكوا كل شيء وهم غير مستعدين لإعطاء أي شيء للشعب الذي انتفض وتحرك من أجل كسر الدائرة المغلقة التي حجز العراق فيها وأسر. في مثل هذا اليوم قبل عام نزل اللبنانيون إلى الشوارع والساحات يطالبون بالإصلاح والتغيير ورفعوا شعار كل يعني كل، تعبيرا عن رفضهم لكل الطغمة السياسية التي حولت البلد
إلى مزرعة للمحسوبيات والمحاصصة الطائفية. صحيفة الخليج الإماراتية ذكرت أنه بعد عام يقف المواطن اللبناني أمام حائط مسدود لأنه أخفق في تحقيق أي تغيير، لأن الطبقة الحاكمة ترفض التنازل عن امتيازاتها أو تحقيق أدنى شكل من أشكال التغيير. إن حالة الإنكار التي تمارسها الطبقة الحاكمة وتجاهل صرخات السواد الأعظم من اللبنانيين المطالبة بالتغيير أديا إلى ازدياد مساحة الفقر والجوع، خصوصاً مع تآكل القيمة الشرائية للليرة اللبنانية والارتفاع الجنوني المشبوه للدولار وتعاظم خطر جائحة كورونا واتساع البطالة الناجمة عنه، ما أدى إلى هجرة آلاف الشباب إلى الخارج هرباً من الفقر وبحثاً عن حياة جديدة كريمة. كل ذلك وضع الناس أمام خيارين، إما الموت بالضربة القاضية أي الجوع والإفلاس والانهيار، وإما تسديد ضربة قاصمة لهذه الطغمة بحيث تجبر على التراجع والانكفاء، وهذه الخطوة لها ثمنها الباهظ على اللبناني أن يدفعه ربما من دمه، لأن القوى المستهدفة لن تستسلم بسهولة ولن تتخلى عن نظام تعده غنيمة لا تعوض. بعد عام من انتفاضة 17 من أكتوبر يقف اللبناني اليوم يسأل نفسه ماذا عليه أن يفعل للخروج من مأزق وجودي مرتبط بمصيره الآن وفي المستقبل له ولأولاده. اللبناني يعرف تماماً أن النظام السياسي هو سبب كل العلل، وإن لم يتم تغييره فسيبقى رهينة تغول طبقة لا تشبع من الفساد والسرقات ونهب المال العام، وهذه الطغمة تثبت كل يوم فشلها حتى في تلميع صورتها. الصحيفة رأت أن الأزمة السياسية التي ازدادت استفحالاً بعد انفجار مرفأ بيروت والكوارث الإنسانية الناجمة عنه تثبت مدى استهتار الطبقة السياسية إياها التي لا تزال تمارس الأساليب البالية، وكأن شيئاً لم يحدث أو كأن البلد في أحسن حال، وتعرقل تشكيل أي حكومة يمكن أن تحقق إصلاحاً ولو محدوداً. بعد حديث قناتي آي 24 وجيروزاليم بوست الصهيونيتين عن استعداد السودان للتطبيع قريبا، أكد مصدران حكوميان سودانيان لقناة CNN الأمريكية أن مجلس الوزراء السوداني يجتمع حاليا لتقرير إمكانية تطبيع للعلاقات مع الكيان الصهيوني بعد أن أعطت أمريكا إنذار للسودان للتوصل إلى اتفاق. صحيفة القدس العربية رأت أن هذا الخبر يؤكد أن إدارة ترامب قررت استخدام أسلوب الترويع والإرهاب لحكومة السودان. تم استبدال سياسة العصا بعد أن شك السودانيون بسياسة الجزرة التي طرحت تخفيف ديون السودان وتقديم 600 مليون دولار من المساعدات الغذائية والدوائية، وكذلك الوعد بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. أدى الطرح الأمريكي إلى ما يشبه الانقسام ضمن النخبة العسكرية والسياسية السودانية، وكان العسكر وعلى رأسهم عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان هم المتحمسون، فيما حاول المدنيون إبعاد المسؤولية عن أنفسهم بالقول إن الحكومة الانتقالية ليست مخولة بالبت في موضوع من هذا الحجم. كان طبيعياً أن يهب بعض رجال الأعمال والساسة والإعلاميين المتحمسين طبيعياً للتطبيع إلى نجدة العسكر. وتبدو مبادرة رجل الأعمال أبو القاسم برطم أحد أهم الأمثلة على الجانب الآخر من المعادلة التي يبدو فيها أكثر استعجالاً للتطبيع مع الكيان من دون حاجة لإنذار أمريكي أو حتى للوعد بتخفيف الديون وما إلى ذلك. فدوافع هذه النخب لا تتطابق بالضرورة مع مصالح عموم السودانيين، وهي مستعدة للدفاع عن مصالح أمريكا وإسرائيل بدعاوى ظريفة من قبيل كسر الحاجز النفسي الذي خلقه أصحاب الفكر الإسلامي أو اليساري أو القومي العربي، على حد ما يقول برطم. وأضافت صحيفة القدس العربية أن الأطروحة الأساسية التي يرفعها أصحاب سياسة التسريع لإقناع مواطنيهم السودانيين بما يفعلونه هي إيهام السودانيين بأن التطبيع هو الحل لمشكلات الاقتصاد السوداني الذي يعاني أزمة طاحنة، فالتطبيع بالنسبة لهم سيفتح السودان لأموال الاستثمار الغربي، والطريق إلى ذلك هو نيل رضا الكيان الصهيوني الغاصب.
نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية تقريراً عن التغول الصيني الذي قالت إنه يمزق أسر الإيغور المسلمة لدرجة أن المسؤولين يواجهون مشكلات في كيفية التعامل مع الأطفال الذين خلفوهم وراءهم. وأضافت المجلة أن الصين تحاول محو هوية أبناء الإيغور الدينية. المجلة أوردت شهادات توثق انتهاكات السلطات الصينية في إقليم الإيغور، مشيرة إلى أنه من الصعب التأكد من صحة روايتها، خاصة أن الحكومة تضع الصحفيين الذين يزورون المنطقة تحت المراقبة الدائمة. لكن وثائق الحكومة وروايات شهود عيان تقدم أدلة تدين الحكومة وتعطي مصداقية لمثل تلك الروايات. وأكدت المجلة أن هذه الروايات تكشف عن محاولة لمحو الهوية الإيغورية الخاصة وسحق الدين الإسلامي التي عرضت حياة مئات الآلاف من الأطفال للخطر. ونوهت المجلة إلى أنه تم دعم هذه الوثائق بمقابلات مع إيغور يعيشون في الخارج، واستخدمت الوثائق مصطلحات لوصف وضع الأطفال مثل دانكون، معاناة فردية كناية عن وجود أب أو أم في السجن، وشوانغون، معاناة مزدوجة دليل على أن كليهما في المعتقلات. وذكرت أنه في مقاطعة ياركند بمدينة كاشغر جنوب الإقليم تم منع تسجيل 9500 طفل في المدارس لأنهم يعيشون دون أب أو أم. وأفادت المجلة بأن الحكومة الصينية تدافع عن سياسة فصل الأطفال عن آبائهم بأنها تحاول حمايتهم من شرور ثلاثة هي الإرهاب والانفصالية والتطرف الديني، مؤكدة أن الصين تقوم بزيادة جهودها لمحو المدارس التابعة للأقليات، والذريعة هي منح الأطفال فرصة مناسبة ومهارات جديدة. وتكشف المجلة عن أن الحملة ضد الإيغور في الداخل والخارج أصبحت صادمة بدرجة لا تتخيل، مع كل صورة تلتقط عبر الأقمار الصناعية وكل وثيقة تتسرب عن الحكومة الصينية تكبر الصورة عن حجم الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون الإيغور. عاد المراهق الاندونيسي عرفان وهيو البالغ من العمر 17 عاماً عاد إلى أسرته، ذلك بعد 12 عاماً على اختطافه بعد استخدامه خرائط جوجل لتحديد موقع محل بقالة بالقرب من منزل أسرته. كان الطفل وهيو قد خطف وهو في الخامسة من عمره في أثناء عودته إلى منزله في منطقة سراج بإقليم جاوا الأوسط. وقال وهيو إنه عاش عامين في الشوارع مع الخاطف حتى قبض عليه بسبب جريمة انتقل إلى دار الرعاية في سن السابعة، دار رعاية الأيتام. وعندما وصل إلى سن 17 عاما استعاد وهو ذكرياته ونجح في تحديد محل بقالة كان يذهب إليه برفقة جدته لشراء احتياجات البيت. واستخدم المراهق خرائط جوجل لتحديد موقع المحل، وأعطى العنوان لمشرفي دار الأيتام الذين تواصلوا مع محل البقالة وحصلوا على معلومات وصور، وعاد وهيو إلى بيته ليجتمع بأهله مجدداً بعد فراق دام 12 عاماً. نقل المشاهدين الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.